خنجر للذيب، والذيب هو الخنجر، خنجر فضي شحاني أيضا هذا الخنجر الفضي. تهانينا لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري وسلام يا هاني معي ذر سلام. مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم في برنامج مع الفائزين، يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي بحمد بن علي بن سلام الهاجري يتحدث عن فوز الذيب وانتزاع على الخنجر الفضي. حمد ألف مبروك الفوز وتستاهل ناموس. الله يبارك فيك يا محمد، تستاهل خير. محمد بداية وش سلالة الذيب؟ الذيب أبوه ولد شاهي الكليلي وما بن شاهي الناهل. نعم نعم. وش مشاركته قبل هذا اليوم؟ والله القعود اشترك في محليات السبق، واشترك في سباق سمو المستشار وجاء ثالث على فضلتين، وعقبه طعمك اشترك ختام مرموم وسبق، اشترك اليوم وادى المطلوب منه. نعم. حمد ايش يعني لك الفوز بالخنجر في ختام سمو امير البلاد المفدى؟ والله الفوز هذا شيء كبير وفخر نفتخر به، حصولنا على الخنجر في سباق سمو امير البلاد المفدى واعتبره انجاز كبير. لمن تهدي هذا الفوز حمد؟ والله هدي لسمو الامير وسمو ولي العهد ولاهل قطر كلهم ولاهل السلامه كلهم. حمد كيف كانت اعصابك اثناء مسار الشوط؟ والله يا اخي محمد انت عارف يعني الشوط رئيسي والقعده اللي معك كلها سبق، والاعصاب كانت الله يعين خلها الله. هل توقعت الفوز الليله بالخنجر؟ والله توقعت ان القعود ينافس يكون في دائره الثلاث. نعم. اما الفوز هذا شيء عند الله. نعم. الى الله قسم فاز. شعورك بعد لحظه الفوز يا حمد؟ والله شعور اي واحد ماخذها رمز، مستانسين الحمد لله رب العالمين. حمد انتم فزتوا باشواط يعني اكثر من هالمره بسيارات، ايش الفرق بين الرمز وبين الجوائز العاديه سيارات الجوائز العينيه؟ والله شوط الرمز شوط غير، ولا يدخلها اللمطيه، يا تكون مشريه بقيمه عاليه ولا الله يرزقك اياها بالانتاج. حمد بن علي بن سلامه شكرا جزيلا لك. تسلم تسلم ما قصرت.